حياكم الله أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم وفي جعبتنا اليوم الكثير من الأشياء والأخبار والتجارب المثيرة. المثير عدنا هنا طفل إماراتي عمره 10 سنوات من الحين ما أخذ قراراته أنه يتقاعد في سن 20. تستغربون ليش؟ نحن نعرف الإجابة بس نبغي هو اللي يقولكم شو خطته. الطفل الإماراتي عبد الله آل علي صانع محتوى وأصغر متحدث إماراتي اقتصادي، مرحبا بك في برنامج سما دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يمكن عبد الله أصغر ضيف يمر علينا في مسا دبي، يعني هاي اللي أتذكرها من هالكم سنة، أنت أصغر واحد، لكن ما شاء الله عليك يعني خبير اقتصادي تبغى تتقاعد عمرك 20 سنة وعندك سبب. أبا أكون وياك في هذا السبب صراحة، أشارك هاي السبب ما بقوله. خبرنا يا عبد الله شو قصتك، شو قصة أصلا، ليش مسمي حسابك في إنستغرام مع عبد الله إمباير؟ مسمي اسمي عبد الله إمباير في الإنستغرام لأن أنا أبا أسوي إمبراطورية قيمتها 20 مليار درهم إن شاء الله. ما شاء الله. سامحني وليد. أزين، متى قررت أصلا يعني هذا القرار؟ قررت هذا القرار يوم أنا رحت دورة تنكس مع أمي وأخوي، ويوم رحنا منك قالوا شو تبى تسوي يوم تكبر، شو تبى تسوي يعني شو تبى تكون أو شو تبى تسوي في حياتك. وأنا فكرت وقرأت من كتب وقررت اني انا اكون رائد اعمال. ما شاء الله عليك، تبارك الله. الله يحفظك، الله يحفظك. صلوا على النبي مشاهدينا، صلوا على النبي، الله يحفظك من العين يا عبد الله. لكن ما شاء الله يعني انت متحدث اقتصادي، متى بديت يعني تقرا عن الاقتصاد عشان تتحدث في الاقتصاد، وشو الاشياء اللي تحب؟ يعني انا الحين ابغى استفيد من عبد الله، انا ما عندي، انا الحين في هذا العمر بعدني ما تقاعدت ولا افكر في التقاعد، ما عندي بيزات عبد الله، شو اسوي؟ فانت عطني معلومه انا كيف اقدر اسوي بيزات بحيث اني انا اقدر اتقاعد. معلومه واحده ان الاستثمار شيء مهم وايد في حياتنا، وهذا الصراحه هو اللي بيخلينا بيخلي الإنسان عنده بيزات. أزين، الحين أنت قررت أنك تتقاعد يوم بيكون عمرك 20، إزاي شو بتسوي عقب 20؟ عقب 20 بشوف البزنس مالي اللي بيكون عندي وبسافر حول العالم إن شاء الله. إنزين، شو نوع هل أنت بديت ردي عندك استثمار أو عندك مشروع؟ هي عندي استثمار، أنا وأخوي بعد عندنا استثمار داخل أبليكيشن اسمه ستيكس، أنا مستثمر 2000 وأخوي مستثمر 500. واي بنشوف وياك عبد الله ويا مشاهدينا هذا الفيديو، بارد نواصل وياك. The fear of losing money is real. But I have never met a rich person who has never lost money. So if you start young, it's easier to become rich. Reason people don't win financially is because the pain of losing money is far greater than the joy of being rich. تخيلين يومنا بدون الكهرباء كيف بيكون؟ مصدر طاقة محطات توليد الكهرباء عندنا في الإمارات هو الغاز، واللي تنتجه أدنوك للغاز، يعني الغاز اللي في بيتنا وبيتكم والمطاعم من وين مصدره؟ أكيد أدنوك للغاز، هم المحرك الرئيسي للطاقة واللي تلبي أكثر من 60% من احتياجات غاز المبيعات في الإمارات. وهالسنة أدنوك للغاز حققت زيادة بنسبة 21% من صافي الدخل المعدل فقط في الربع الأول. خلوني أخبركم أسباب هاي الزيادة. ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 14% على أساس سنوي. نمو إيرادات الشركة من مبيعات الغاز المحلية بنسبة 10%. اتذكروا كلامي وخلوا عينكم على أسهم أدنوك للغاز. ما شاء الله عليك أخوي عبد الله، يعني الإلقاء والثقة والحضور ما شاء الله،
في هاي المقاطع اللي أنت تنتجها واللي تبثها، منو ما شاء الله يشجعك أنك تسوي هاي المقاطع؟ اللي يشجعني هي عائلتي، أمي، أبوي، أخوي، وبعد أنا أذكر نفسي كل يوم أن يوم أوصل لحلم لقراري أقدر أفرح رأس أبوي وأمي إن شاء الله. رأسهم أيوة تعطيهم بيزات. ترفع رأسهم تعطيهم بيزات. صحيح. زين عبد الله ما شاء الله عليك. أصلاً من وين جتك فكرة إنك أنت تأخذ النهج الاقتصادي؟ يعني أنت حين ما شاء الله مثقف اقتصادياً، هل أنت اخترت الاقتصاد عشان تسوي الإمبراطورية، ولا اخترت الاقتصاد لأن لكذا غرض؟ لا أنا اخترت الاقتصاد لأن أنا بكون رائد أعمال، ولأني أنا بكون رائد أعمال لازم أعرف عن الاقتصاد. زين شو الأشياء اللي تعرفها حين عبد الله ممكن أنا أستفيد منها وأنا جالس وياك؟ شو المعلومة اللي تحس إنه لازم كل واحد عند يبغى يدخل ريادة الأعمال لازم يعرف هاي المعلومة؟ لازم يعرف كيف يستثمر ومتى يستثمر أو في شو يستثمر. زين عبد الله أنت من وين تجيب هاي الأفكار؟ يعني وهاي المعلومات هالمعلومات أنا أجيبها من أمي والكتب ورواد الأعمال الثانيين. ذكرت رواد الأعمال الثانيين، منو رواد الأعمال اللي أنت تتابعهم ومتأثر فيهم؟ منتور مالي مها، وبعد الكتب في رائد أعمال كاتب كتاب وأنا قاعد أقرأه فهو بعد يأثر فيني. تحب تقرأ أكثر بالعربي ولا بالإنجليزي؟ صراحة بالإنجليزي، لكن ما عندي مانع في العربي. ما شاء الله ما عندك مانع تقرأ العربي. شو منو اللي تخاطب أكثر شيء في الناس اللي يتابعونك، هم الكبار ولا الصغار؟ أنا أخاطب الاثنين صراحة، الكبار عشان يمكن هم ما تعلموا في سن صغير فيتعلموا مني، والصغار عشان يتعلموا من سن صغير عشان يكون عندهم. أنزين أنا أبغي أسألك سؤال الحين، أنت ما شاء الله عليك خبير اقتصادي وأنا أبغي أستفيد من خبرتك اليوم ويانا في الاستديو. تقول لي غير أني أنا لابد أني أنا أثقف في الاستثمار أو أني أنا أجمع بيزات، إنزين إذا حد يشوفني يقول أنا ما عندي بيزات، أنا كبر عبد الله لكن أنا ما عندي، يعني أنا مصروفي أخذها أصرفها في المدرسة، كيف هو يقدر يجمع بيزات يحوش بيزات تكون عنده حصالة؟ شو يسوي؟ يأخذ بيزات أخوه يحطها في حصالته ولا شو يسوي؟ لا يقدر مثلا عنده 10 صح؟ صح يصرف 7 يخلي 3 2 يخلي عده وواحد حق الادخار. هي اذا تلاحظين سمح هو مركز على الفكره اللي تقول ان الواحد لازم يدخر 10% من دخله صح؟ لا 10% تعطي الناس الفقراء والاثنين دراهم تخلي عندك. يعني 20% عندك و10% تعطيهم الفقراء عشان الله يبارك لك بعد في الرزق وفي التجارة وفي الأعمال وغيرها صح؟ تتصدق؟ متى؟ يعني كل كم؟ أتصدق كل شهر أو أسبوع. ما شاء الله. زين في سؤال الحين يعني في بالي، هل أنت بديت فعلاً تستثمر يا عبد الله؟ إيه بديت أستثمر في العقار. في العقار؟ إيه. ما شاء الله. شو شاري؟ أنا شاري في كذا أبارتمنت داخل ستيكس أبليكيشن. إيه. وأنا محطي 2000 من 1,500,000 من 1,540,000. يعني أنت هو أنت بعدك ما استلمت العقار فأنت ليش تدفع له؟ لا أنا استلمته خلاص استوى ملكك أجرته الحين بيعطينا الورقة عشان العقد. هي. العقد وناوي تأجر هالعقار ولا بشو بسوي ولا بتبيعه؟ لا هو يعني أنا
مدخل فلوسي داخله وكل شهر يعطيني أربع. مبلغ أيوة أربع. ما شاء الله ما شاء الله عليك. إذا الحين نحن طبعا موجودين في الإجازة الصيفية، شو برنامجك في الإجازة الصيفية؟ شو تسوي؟ أنا عندي وقت ألعب وأسوي أشياء ثانية، وبعد في نفس الوقت أتعلم عن العقار والاستثمار و... ما شاء الله. الوالد عندك توجهه عقارات؟ الوالد توجهه في العقارات؟ هي كان عنده جهة لكن سكرها. شو؟ كان عنده جهة لكن سكرها. هي كان عنده يعني مكتب عقاري نقدر نقول. زين أنت بما أنك ما شاء الله عليك متخصص في الاقتصاد حاليا، يوم بتكبر إن شاء الله عقب ثانوية بتدرس مثلا شيء يخص البزنس اقتصاد، ولا في عندك توجه ثاني مختلف تماما؟ لا عن الاقتصاد. ما تبى الوظيفة خير شر. لا عن الاقتصاد يعني مرة بركز الاقتصاد يعني. إنزين أنت ممكن تحس ترى نحن شفنا ناس نجحوا في الاقتصاد بس هم ما درسوا اقتصاد، ناس نجحوا في الإدارة هم ما درسوا إدارة، ناس نجحوا كمذيعين لكن هم ما درسوا إعلام. أنت ما تشوف ممكن تدرس شيء ثاني يخدمك في الاقتصاد بس مو باقتصاد؟ يمكن إن شاء الله يمكن الرياضيات، إدارة أعمال مثلاً. تستوي أنت يعني أنت عندك البزنس لكن تعرف تدير كيف هذا البزنس من خلال إدارة الأعمال مثلاً. تحب الرياضيات؟ إيه. أنا ما كنت أحب الرياضيات عشان شيء ما استويت بزنس وومن. بنشوف وياك الفيديو يا عبد الله، برد نواصل وياك. To avoid the negative effect of inflation on you, I advise you to save as much money as you can, then invest it into an asset that will bring you a cash flow. To make money, you need to have the courage to begin and dare to dream big. Patience, patience, patience. You need to have patience because there is going to be a lot of obstacles such as people, money, and time. And remember, you never lose until you give up. واي 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 يا عبد الله، انت تعطينا نصايح حلوه، نحتاج ندخر ونحتاج يكون عندنا صبر، والصبر طبعا متطلب في كل شيء. ليش نحتاج الصبر؟ عشان نكون ثروه ولا عشان ننجح في البزنس؟ نحتاج صبر عشان نكون ثروه وبعد عشان ننجح في البزنس. صح. لانه ياخذ وقت هذه الاشياء. صدق لازم يكون عندك صبر لين ينجح مشروعك. إذن بما أنك ما شاء الله عليك يعني وايد تحب الرياضيات، أبي أعرف كم ما شاء الله معدلك في الرياضيات؟ 100 من 100. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله يعطيك الصحة والعافية ويبارك لك يا رب العالمين. صليت بك على النبي عبد الله، الله يحفظك حبيبي. الله يحفظك. طيب ها شو طموحاتك في المستقبل؟ يعني فرضا أنت الحين جبت 20 بليون. إنزين شو تطمح ما بعد 20 مليون في حالة إن شاء الله بإذن الله ونتمنى يا رب العالمين الله سبحانه وتعالى يعني يحقق لك أمنيتك، شو طموحاتك؟ طموحاتي إني أنا أساعد كل أحد يحتاج، وبعد إني أسوي إن شاء الله كتاب أساعد الناس فيه، وبعد إن أسافر حول العالم أتم مع البزنس مالي ما أسكرها، أتم منتبه عليها إن شاء الله. حياتي أنت عبد الله. أنا حين بما أنك أنت تفكيرك استثماري، في ناس تقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وأنت عندك ثقافة ادخارية. إنزين الحين أنت عندك كبيوريتي أو أولوية أنك أنت سيفيج ماني، ولا أنا أصرف هالبيزات مثلا بقول لأمي وأبوي أنا أبغي أسافر وهذا المبلغ اللي أنا ادخرته لا أنا بصفه في السفرة، ولا لا أنا ما بسافر وبسيف بيزاتي؟ صراحة إذا أنت تبى تسوي اثنين صراحة تقدر تجيب لك تسوي لك بزنس أو تستثمر وبعدين يزيد السيفنج مالك وتقدر تسافر ويتم عندك فلوس. يا ريا يعني تبغي تسافر من الأرباح صح؟ ما شاء الله عليك. الله هذا هو الفكر الاستثماري يعني. أنك أنت يعني هاي اللي عارفة من الناس الشطار يقول لك لا تصرف رأس المال، أصرف من الأرباح.
صحيح. قواك الله. قواك الله. عبد الله العلي أصغر متحدث إماراتي اقتصادي، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك التوفيق والسعادة وتحقيق الأحلام بإذن الله في الحياة. نبغى نشوف الإمبراطورية، إمبراطورية عبد الله إن شاء الله تعزمنا على الإمبراطورية. الله أعطانا عمر ذاك الوقت. الله يوفق حبيبي.